وسنشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة. فقد قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديث الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراد المسنين. وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي لعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحسينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليها البرلمان، ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها، كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيل على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن نستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، وندعو الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لأقننة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وتأمين استدامة وسائل التمويل، كما نؤكد أن على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده، وأن يتم بعض آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.